دكتوره اميره طبعا منوره، بس الابيض ده حكايه يعني. ايه رايك؟ المره اللي فاتت الاسود، المره دي ابيض. المره دي ابيض حلو الفكره. عاشور ملك الترندات. انا مع عاشور. انا عايز اعرف النهارده شايفه المهرجان وسط كل النجوم دول والاجواء دي، تقولي يا عم مهرجان في وقت الدوره دي؟ مهرجان من المحبب لقلبي يعني، لازم 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 احضره ما دام وفاء ماهر حبيبه قلبي. لازم استاذ احمد عليوه طبعا، حد محترم، التنظيم كله، فندق تريمف، كل الناس بجد بشكرها. المهرجان كل سنه بيكون احلى من اللي قبلها بجد. دكتور التخسيس وتجميل نقدر نقول للجسم والتفاصيل، عمرك عملتي تجميل؟ انا عشانك ان في تجميل حصل ولا انت علويتي زياده؟ لا لا لا. لا عمليات تجميل ما بنصحش بيها طبعا، من زمان انا بقول لك الموضوع ده، ولاي حد عزيز لقلبي سواء عميل او حد قريب ليا بقول له العمليات لا ما بنصحش بيها، انه في الاخر الدكتور اللي هيعمل لك عمليه وعنده ضمير هيقول لك ارجوك بعد اذنك كمل مع دكتور تغذيه عشان نحافظ على النتيجه اللي وصلنا لها، فاحنا كده كده هنتقابل مع بعض. فما بحبش بقى ندخل جراحه ونلجا للعمليات. بس في دلوقتي الشغل اللي بنشوف موضوع النحت لو تشيل الدهون من بطنها فتنزل في الارداف فتعمل حاجات كتير، دي من اضرار عمليات التجميل يعني. من العيوب بتاعت عمليات التجميل ان انا ممكن لما باجي اتخن شويه الديفو ده بيظهر في حته تانية غير اللي الدكتور يعني اتعامل فيها او عمل الجراحه فيها. عملت جراحه في بطني فالعيوب هتظهر في الدراع، تظهر في الظهر، تظهر في الرجلين، فدي المساوئ اللي بتظهر لعمليات التجميل. حلو. التخسيس ممكن يعمل نحت؟ لا اكون معاك بصراحه، التخسيس يوصل لمرحله حلوه كارقام ومقاسات صحيه وكارقام، لكن نحت احنا بنلجا للحاجات يعني اللي هي بديل الجراحه، الحاجات الجديده دلوقتي اللي هي الاجهزه بتاعه بديل الجراحات. زي اجهزه بقى كتير، اجهزه كتير، او على حسب بقى العميل ما بيجي لك بيشتكي بقى. دي بتبقى على جلسات نقدر نقول وحاجات كده بالظبط، على حسب برضو المنطقه لسه بقول لك اللي العميل بيشتكي منها، البطن، الدراعات، الظهر، الرجلين، بنعمل له حاجات بديل الجراحه، ما بنلجاش للجراحه خالص. وبيعمل عمليه نحت وانت لسه حتى سائل بتقول احنا عاملين عمليه نحت ولا ايه؟ ايوه. لا مش جراحه خالص، هي بنلجا للوسائل اللي بدون جراحه. تمام. هل نقدر نقول ان موضوع التخسيس ده فيه موضات وصيحات برضو ولا؟ طبعا ترندات، احنا ماسكين ترندات زيك يا عزو. ايوه. لا عرفينا بقى. في ترندات كتير طبعا في موضوع الدايت، زي الترندات بتاعت مثلا الشوفان، والترندات بتاعت السكر، الدايت معانا لا مش معانا، الترندات بقى كتير والهبدات كتير. كويس انك قلت هبدات، كل ده كلام فاضي. في ترند طبعا في حاجات كتير ما لهاش اساس من الصحه، اللي بيطلع الموضوع ما بيطلعش اي تفسير علمي ليه ولا اي بحث علمي ليه، هي ترندايه هي النهارده طلعت الصبح خلاص. طب يعني احنا بنشوف، انا هحدد اسم وهتردي عشان انا يلا عايز اتقشكوا في بعض ونشوف هتوصل الحكايه لايه، بس مثلا دعاء سهيل بتحط مكون وتقول لك ده هيخليك تخس وبيشبع، اللي هي الحاجات اللي بتنفش جوه البطن. شايفه الكلام ده ايه؟ وده بقى علمي ومظبوط ولا نقدر نقول ممكن يكون فيه اي مشاكل؟ بص خلينا نقول انها في عوامل مساعده كتير، فهو من ضمن العوامل المساعده، ملوش سبب تاثير كبير، بس انا مثلا الحاجات دي كلها بقول بدلها لو شربت كوبايه ميه قبل الاكل بربع ساعه انا عملت بديل المنتج ده او بديل الحاجه دي، لكن هي هل لما هاخدها هتخسسني او هتسيح دهون المنطقه؟ لا طبعا. لكن هي بس بتدي احساس شبع، فانت بالزبط. ممكن تستغلي عندها بميه. في جزء منه على فكره بيبقى جزء وهمي كبير، يعني ايحاء، انا بدي لنفسي ايحاء ان انا شبعت. فانا عشان كده بقول له قبل الوجبه بربع ساعه كوبايه ميه او كوبايتين ميه خلاص خلصوا الموضوع. الكركمين خد له فتره واللي معرفش ايه فتره، ايه رايك في الهبد ده كله بقى؟ هبدات بقى، احنا قلنا كل الحاجات دي ملهاش اساس من الصحه، فاللي ملوش اساس من الصحه ما بيكملش. احمد مكي قال لك انا خسيت على الكركمين في الكركمين. حاجات ما تكملش شهر شهرين وبتلاقيها خلاص مش موجوده، مش موجوده على الساحه ولا ليها تاثير ولا ليه حد جاب نتيجه معاها. بصراحه بيجي لك ناس تقول لك انا ما انا ايه رايك اما امشي ورا السكه دي وكفايه بقى دكتوره اميره اللي حرماني من كل الحاجات. بص من الحاجات اللي مثلا والناس لحد دلوقتي مقصره فيها نفسيا الزبادي بالليمون. انا مشيت على الزبادي بالليمون خسيت 20 كيلو. هي عندها اقتناع انها لا، هو احنا كنا بناكل فاست فود وكنا بناكل وحولت الموضوع لزبادي بالليمون. او بقول للناس لو هو الزبادي بالليمون كان ليه نتيجه كانت شركات الادويه عملته كبسوله مثلا، او كان شركات الزبادي نزلت زبادي بالليمون مثلا لو هو ليه تاثير. فهي الموضوع ايحاء نفسي كبير. نفسي الزبادي مفيد والليمون مفيد، لو اخذناهم هنخس، لكن مش هم مع بعض بيعملوا حاجه. الاثنين مع بعض ما لهمش تاثير اصلا؟ الاثنين مفيدين لكن ما لهمش دعوه ببعض، ما لهمش اي تاثير خالص. اقوى اعشاب
تخسيسيه وممكن تحقق نتائج قويه في وقت قصير. انا بقول شرب الميه بس لا ولا قرفه ولا جنزبيل ولا نعناع ولا ميه بليمون ولا شرب ميه كتير. اول حاجه بتعلي حرق الدهون، شرب ميه كتير. في ناس برضو تقول لك الماء كتير قوي ممكن تعمل تاثير عكسي، يعني في حدودك في الميه اي حاجه زياده عن حده بيتقلب ضده. بس الميه مفيده للجسم، وعلى حسب انا قاعد ولا بعمل مجهود ولا مثلا 3 لتر في اليوم ده حد يشربهم يعني. هو على فكرة الطبيعي ان احنا بنحتاج 2 لتر من 2 لتر 3 لتر، ده الطبيعي. احنا جسمنا بيفقد لتر ونص كل يوم، فانا الطبيعي ان انا بديله 2 لتر، بديله اللي فقده وزيادة عليه حاجة شوية. طب انا عملت مجهود في حر، في حركة، في رياضة، يبقى 3 لتر. طب انا عندي مشاكل صحية، مريض كلى او يبقى 4 و5 لتر. فكل حالة ليها تأثير معين. واللي يقف يتفحت معانا النهاردة كده ومثلا ويبقى مشربش وهو يشرب له نص لتر ويشرب له نص لتر، فهنا في ازمة كده طبعا تعمل مشاكل صحية، تأثر على الكلى وتأثر على البشرة وتأثر على الحرق والقولون وكل حاجة. تبهدلها طبعا. عندك ده ميه يا جماعه. انا عايز اقول لك نورتيني ودايما متالقه. ومين من الفنانات النهارده اللي حسيت انها عايزه تعمل شيب شويه؟ لا كلهم زي القمر. وانت كل مره تحطني تدبسني في الحته دي. انت اتفرجت عليهم كلهم زي القمر. كلهم زي القمر. عايزه تخس شويه من حته ولا لا؟ كلهم زي القمر حبيبي. بتبسط معاك كل سنه عاشور.